نتيجة كارثية للأهلي أمام صن داونز بخماسية جديدة بعد خماسية 2019. نتيجة تعيب النادي الأهلي، تعيب تاريخه العظيم، نتيجة يتحملها كل من في الأهلي، يتحملها الجميع، إدارة وجهاز فني وبالتأكيد اللاعبين. أبطال من ورق، أبطال صفحات السوشيال ميديا، أبطال غير مؤهلين يكونوا حتى أبطال أنفسهم. انعدام مسؤولية واستهتار موهبة ضئيلة وأساسيات غير موجودة. زعل، زعل كبير جدا على النادي الأهلي، بس الزعل الأكبر على حال الكرة المصرية كلها، كل حاجة غلط.